وين التلفزيون اللي قلت لي؟ نوكا كيك هرجع أجيبه. صالح مش عندك؟ أنت يا حقير اللي دخلت صراحتنا وسرقت الكيكة؟ تعاقبين أنا أسرق كيكة؟ وتجحد بعد؟ أنت ما تستحي؟ والله ما أخليك. أكيد اللي سارقه ياسر مثل ما سرق جوالي. ياسر؟ يا بويا ده مو صوت صالح؟ شكله بضرب مع البنات. يا صالح هد هد يا أخي، إذا المشكلة من الكيكة يا بالحلال أعطوني إياها ونقفل الموضوع. سلامات نقفل الموضوع بيننا حرام.